رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين في فقرة رؤيا اللي حبيتوها، وبزاف منكم لو يسنوا فقرة رؤيا لأنه نستفادوا، إحنا نستفادوا وانتم راكم تستفادوا من هذه الفقرة. والفقرة تاع اليوم راهي معانا اليوم امرأة، تعرفونا احنا نحب النساء الناجحات. معنا الأستاذة لبنى حاجي مهندسة ديكور، مرحبا بك معنا. الله يسلمك، مساء الخير. الله يبارك الله عليك. شكرا على الاستضافة هذه. شكرا لك، لبيتي الدعوة. نروحوا للمساحة للديكور تاعنا، تفضلي. عطينا رأيك في الديكور تاعنا. على ماني فيك. يلا. مساحة رؤية. لبنى راح نحكيو على احنا الديكور، احنا النساء نهتموا بزاف بديكور البيت ونحبوا نغيروا فيه، واحيانا نديروا دي شوا غلطين في اختيار سيختو. انا ليا بالنسبه ليا لي ريدو اي لي تابي يبدلوا كلش داخل الدار. سي فري. الوغ بور لي ريدو اي لي تابي، يعني الستائر والسجادات، يعتبروا عنصر مهم في الديكور الداخلي. هما كي نحبوا نشكلوا بهم ديكور تاعنا يكون يعني التشكيله بسيطه، بصح كاين بعض الاخطاء برك اللي لازم تفاداوهم. مثلا دوكا نقدروا نبداو بالستائر لي غيدو. لي غيدو لازم نعرفوا بلي قبل ما يكونوا هما عباره عن عنصر اللي راح يزيدنا في الاستيتيك في الجمال تاع الديكور تاعنا، راهم عندهم حتى هما وظيفه. باغ اكزومبل بور ليكليراج ولا الضوء اللي يدخلنا من برا، يعني لي غيدو هما اللي راح يحميوا المنزل تاعنا وسي الخصوصيه تاع البيت. صح. مثلا الناس اللي يكونوا برا ما حش يقدروا يشوفوا واش كاين داخل المنزل. صح. من جهه اخرى عندهم لو كوتي تاع الاستيتيك ولا الكوتي تاع الجمال والاناقه للمنزل. ولكن كاين شويه اخطاء لو كان نقدروا نتفاداوهم راح نتحصلوا على منزل يكون راقي وفخم. حضرت لكم شويه دي زيماج هكذا اللي راح نبين لكم فيهم كيفاش يقدروا يكونوا لي غيدو. يلا دونك اللي يقدروا يعطيونا اول صوره. عندنا صور على الشاشه. فوالا هذه لا بروميير فوتو اللي تبين اصلا يعني استعمال لي غيدو لي تابي في المنزل تاعنا في غرفه النوم. ولا عندنا ثاني ان كوان من لو سيجور. عندي الصوره المواليه ثاني. نروح الصوره اللي موراها. فوالا هنا مثلا في هذه الصوره تبين بعض الاخطاء اللي نقدروا نديروها. حنا في اغلب الاحيان كي نديروا لي غيدو دائما نعلقوه مباشره فوق النافذه تاعنا. باغ كونتر هذه يعني يعتبر خطا صغير، نقدروا نصحوه لو كان نعلقوا لي غيدو تاعنا يكونوا قراب للسقف. قد ما يكونوا قراب للسقف قد ما راح يعطيو لنا اناقه وفخامه للمنزل تاعنا، راح يبينوا لنا بلي السقف تاعنا راهو مرتفع اكثر وراح يعطيو لنا الاحساس والانطباع بالفخامه. كاين صوره بعد هذه. حتى الطول تاعهم يكونوا قصار. اكزاكتومون هذه هي. مثلا هذه الصوره تبين وين عندنا ان بلافون اللي ديجا تخيطي ولا عندنا دي كورنيش. لاحظوا هنايا ندير لكم باللي نقدروا نستعملوا لي غيدو تاعنا مباشره تحت لي كورنيش اللي يكونوا عندنا. بالنسبه للطول اللي سقسيتيني عليه، غالبا لي غيدو تاعنا لازم يكونوا تماما مع الارض. عندي واحد الصوره هنا نوضح لكم كيفاش يكونوا. الصوره اللي بعد هذه ايوا فوالا هنايا نشوفوا بلي لي غيدو تاعنا ولا الستائر تاعنا لازم يكونوا على نفس المستوى مع الارض. الا حبينا نقيسوا شويه هذاك الفرق اللي يكون حوالي 1 سنتيمتر. لانه احنا امهاتنا يقول لك زعما في الغبره من الارض يطلعوه شويه حتى هكذا يعطينا باللي يعطينا احساس باللي البيت تاعنا راهو حتى لو كان يكون بسيط. فوالا يعطينا واسع ويعطينا ثاني احساس بالفخامه تاع المنزل. شهرزاد انا عندي سؤال بالنسبه للالوان، الا مازال ما لحقنالوش قولي لي. فوالا انا لاحقين ليه ان شاء الله. كي شفت الصوره هذه عرفت باللي تسرعت على الفخامات وعلى الالوان. خلاص هنايا برك مادام حكينا على الطول اوتوماتيكمون لازم نحكيو على العرض تاع الستائر تاعنا. كما رانا نشوفوا كي نديروا الستائر من الافضل يكونوا على يمين وعلى شمال النافذه، يكونوا بعد حوالي 10 الى 15 سنتيمتر. وحتى كي نشريو لي غيدو تاعنا يعني العرض تاع القماش هذاك اللي نخيرو من الافضل يكون ضعف تاع العرض تاع النافذه. عندي صوره بعد هذه اللي تبين هذه الفكره احسن. كما رانا نشوفوا كي يكون عندنا غيدو دغابي يقولها شغل كي نكمشوا لي غيدو هذيك لا ديكوراسيون هذيك هي صح، هذيك هي اللي تعطينا الاحساس باللي سي فريمون كلاس اي سي شيك. دونك قد ما يكون لو غيدو تاعنا عريض ضعف او حتى يقدر ضعف والنصف تاع النافذه تاعنا راح تقدر تكون عندنا هذا ليفي تاع غيدو دغابي. بالنسبه تفضلي انا الالوان حبيت نسقسيك، كاين ساعات نقولوا لازم لي غيدو يكونوا اسورتي مع زربيه ومن بعد لا 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 سورتو با ما لازمش يكونوا اسورتي، لازم لا ماتيير ما تكونش كيما الغيدو ولا لازم تكون كيما الغيدو، وشنو هي القاعده الاساسيه؟ داكو هي في الصراحه يعني ما كاش قاعده باينه من غير انه لازم نحترموا واش عندنا في الديكور بصفه عامه. بالك تسمعوا ثاني بلي ستيل نقولوا ان ستيل كلاسيك ان ستيل مودرن ان ستيل كونتمبورين، هاد لي ستيل هما اللي يكونوا فيهم الخصائص تاع الاثاث ولي زاكسسوار اللي يكونوا عندنا. دونك من الافضل حتى القماش حتى يقولوا لهم الخامات، حنا مصممين ديكور نقول لهم الخامات ولا تكستور يكونوا مناسبين لنفس الخامات اللي عندنا.
بالنسبه للالوان من الافضل تكون الوان متناسقه كما هنايا انا نشوفوا تناسق بين الالوان اللي عندكم في الغيدو. وي الله يبارك دونك انا نشوفوا كاين تناسق. بصح الناس اللي ممكن عندها مشكل ما تعرفش دير تناسقات الالوان وما تقدرش يعني تتصل بخبير، ننصحكم دائما تروحوا الالوان الحياديه لي كولور نوت، خليهم الابيض البيج الاسود الرمادي والمارون فوالا، هادو هما الالوان يتماشاو مع كامل الالوان اللي عندنا ونقدروا نستعملوهم. يلا انا حبيت نسقسيك حاجه، اسكو عندنا ربما فكره انه كي نديروا لي ستور اسكو نديروهم اسورتي مع الطابي ولا مع لي فوتي؟ اسكو لي ستور يتبعوا لون الطابي ولا لي فوتي؟ على حسب، على هي من الاحسن كي نديروا يكونوا اسورتي مع لي طابي حتكون عندنا تناسق بصفه عامه، يعني نخمو بين لو سول تاعنا الارض تاعنا ولي ميغ تاعنا، بصح حتى لو كان يكون تناسق مع الاتات ماشي مشكل. هنا طيب وقتاش نختاروا لو ريدو يكون دون كولور اوني، وقتاش يكون مزركش ويكون ثقيل ممكن مخدوم؟ على حسب الستيل اللي راح تكوني فيه، كاين دي ستيل اللي يحبوا الزخرفه، يحبوا يكون عندنا فيهم اورنمونتاسيون اي ديكوراسيون، كاين دي ستيل اللي يحبوا البساطه. النصيحه برك اللي نعطيها لكم، الا كان الناس عندهم اطفال صغار ولا المكان اللي فيه بزاف غبار، يفو ميو يبعدوا على الالوان الفاتحه كما اللون الابيض ولا البيج. فوالا عندي ثاني معلومه برك حبيت نزيدها لكم على لي غيدو، دائما كي يخمو في لي غيدو لازم نخمو في لي ترانجل، لي ترانجل هي حاملات الستائر، هذيك في الاسواق تاعنا راه عندنا تنوع، عندنا الوان وعندنا مواد مختلفه، دونك حتى هذيك لازم نفكروا فيها، كما على بالكم الديكور الداخلي هو كامل هالتفاصيل البسيطه. لازم تكون سوليد، يعني تقدر تشد لنا لو غيدو تاعنا، وبالنسبه للالوان للمواد نقدروا نستعملوا يعني على حسب واش كاين متوفر. بالنسبه نقولوا ثاني لونتروتيان، كيفاش نتهلاو في لي غيدو تاعنا؟ من الافضل كي نعلقوهم يكون عندنا لونتروتيان يعني من فتره لفتره، كي نعلقوهم نسيو نكويوهم نحدوهم هكذا باش يعطيونا هذاك لاسبي تاع لي غيدو يرفدوا بزاف، هو اللي راهم الواجهه والحاجز بين كي نكونوا فاتحين الطاقه الغبره. هل ضروري نغيروا في الشتاء والصيف؟ على حسب، على حسب يعني ماشي شرط خيري، فوالا على حسب الميزانيه وعلى حسب الديكور تاعك، الا كانت تحبي من الناس اللي تحبي تبدلي الديكور بين الصيف وبين الشتاء عادي. عادي جدا، شكرا يعطيك الصحه انك شرحت لنا هذه العفسه، باسكو كاين بزاف نساء يحبوا يغيروا الديكور ودائما على يقول لك انا خصني حاجه وكاينه حاجه كي فا با في الدار، دونك توجور لي غيدو يقدروا يبدلوا، تبدلي برك لي غيدو يتبدل لك كامل الدار. صح. عندك معلومات اضافيه ثاني تزيديهم لنا؟ معلومات على لي تابي، دابا حكينا على لي غيدو دونك اوتوماتيكمون نحكيو على لي تابي في الصوره. دايغ راني وجدت لكم شويه لي زيماج على لي تابي. لي تابي يعتبروا يعني من الاساسيات تاع الديكور الداخلي. اول حاجه قبل ما نبداو يعني نخيروا لي تابي تاعنا لازم نشوفوا الميزانيه تاعنا، نشوفوا الميزانيه اللي تناسب يعني والذوق تاعنا باش نقدروا نختاروا لي تابي. كاين نوعين، كاين اللي نقولوا له سجاده طبيعيه كيما مثلا تكون بالحرير ولا تكون بالصوف، وكاين اللي يكون صناعي كيما البلاستيك مثلا. اون توكا يعني في السوق تاعنا نقدروا نلقاو بزاف الانواع ويعني بلوزيغ موديل. في الصوره الثانيه، الصوره اللي بعدها، الصورة الثانية نبين لكم شكل لو تابي، شكل السجادة اللي راح نخيروه. بعض الناس يقدروا يشوفوا ان تابي اللي يكون مدور يعجبهم ويختاروه، بصح هذا الشكل تاعو هل حقا يناسب الاثاث اللي عندهم ولا لا؟ لا، من الاحسن دائما كي نختاروا التابي تاعنا يكون يمشي مع الاثاث اللي عندنا. مثلا الى عندنا ان فوتوي اللي يكون الشكل تاعو مستطيل، دونك لو تابي اوتوماتيكمون نديروا ان تابي اللي يكون مستطيل. الى حبينا نديروا ان تابي اللي يكون غون يكون دائري، عندي صوره بعد هذه تبين لي مثال هكذا. فوالا هنا مثلا الاثاث تاعي راه عنده شكل منحني، راه شويه شكل دائري. صح. هنا نقدر نستعمل لو تابي تاعي بشكل دائري. نشوفوا من فضلكم الصوره بعدا الى عن يلا. فوالا بالنسبه للالوان تاع لو تابي، ماشي دائما تابي يكون لا كولور تاعو نوتر. حنا نختاروا اللون الحيادي في التابي باش نتفاداو نخافوا نخلطوا في تناسقات الالوان، بصح من ذاك مليح لو كان نحاولوا نعاودوا الالوان والزخرفه اللي تكون عندنا في لي زاكسسوار تاعنا ولا في الاثاث تاعنا ونعاودوه يعني عن طريق لو تابي تاعنا. نشوفوا الصوره اللي بعدها. الصوره اللي بعدها هنايا حبيت فوالا، هنا حبيت معلومه هذه بزاف مهمه باسكو حنا اصلا الزبائن اللي جو لينا عندهم بزاف هذا المشكل. لي ديمونسيون تاع لو تابي بارفوا ناخذوا دي ديمونسيون يكونوا بزاف كبار، وكي نشوفوا هكذا نولوا نحسوا هذاك المكان اللي رانا فيه اونكومبغي، معمر ما نكونوش مرتاحين فيه، واحيانا ناخذوا يكون بزاف صغير ويعطينا منظر ماشي شباب. دونك انا حطيت لكم شويه قياسات اللي لازم نحترموهم كي نجوا نختاروا التابي تاعنا. شكرا يعطيك الصحه لبنى. عندك اضافه؟ تفضلي تفضلي. الاهم حاجه انه الاساس تاعنا يكون دائما فوق التابي.
هذا سي لو بلوز امبورطون. فوالا راك سمعتوا نصائح تاع خبيره فوالا راك سمعتوا نصائح تاع خبيره تاع هندسه ديكور. نشكرك على هذه النصائح الجميله. وانتم ثاني النساء ولا الرجال كاين بزاف اللي يهتموا بالديكور، نتمنى لكم تكونوا استفدتوا معنا. وانتهت فقره رؤيا، نروحوا فاصل ونروحوا نشوفوا فقره اللي موراها.